كليا عيدن كبوليس كصوماليا سرية قاس عبد حسن محمد حيشار أيام أنت سيادة جوجا حضلي حالة دامانة دلك صوماليا حيشار وارباهين تقول حضلي مقدشة يا شيء إن أمني قدلك ومر أي ملحن إسلام مركزنا لديدن يهي إن ليلالية أمني قدتك تليها يا عرب ككل فطين لقرحيي كامرويين كل جوحي ليش دتك مهم كاهي لقول سعان لحد رقاق قصيدة كلنا لدي ليا إن شنردا ليس يشتك إسكحرة مقالويين كمقدشة يافكو يا قبل كشبة لذهوسة قصيدة كلا تليها بوليس كايا إنت عسك دراي إن لقوس الدولي أمني قدلك إسلام مركزنا لقوس قل حدودها يها ودا وقصيدة وحظ الكود جاية دلك إن أمني جيس ولقوس الدولي حدودها حدود لغا سوق قالا اما ديورات حال لغو يماد دالكينا امنيجي سوميل حنبو مريا وحال ديدان يحي دالكا امنيجي سين ليلاليو كامرو ينكي ودو ينكا لغو حدين ان لغرحيا با لغاري ودالا ديسايا انشيني ردي ديسايا با لديليا او لغرحينيا وحال ديدان يحي امدان سوماليا انا يحسشو او لغهيدا كو استاكتو ayuu yiri xijaar ugu dambeynba waxa uu hoosta ka xad in amniga uu qof walba masuuliyad ka yahay isla markaasina ay muhiim tahay in la shaqeeyo booliska Soomaaliyeed hadalkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay falalidi ku ah nabadgelyada ay ka dhaceen magaalada Muqdisho kuwaasi oo u badan dilal qorshaysan Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV